السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: السوداني بين صفقات مع الفاسدين ومسرحيات بناء الثقة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث من واشنطن عبر سكايب. قبل أن ننتقل مشاهدينا الكرام للحديث مع ضيفنا الكريم واستقبال اتصالاتكم، بداية بسيطة وبعد ذلك نعرض لحضراتكم بعض المقاطع. يعاني العراق من الفساد في كافة مفاصل الدولة بعد عام 2003 بشكل أصبح لا يخفى على أحد، ورغم كل الوعود والتصريحات الحكومية بمحاربته، إلا أن هذه الوعود لم تكن على مستوى الجدية والصدق كما يرى كثير من العراقيين الذين خرجوا بمظاهرات حاشدة طيلة السنوات الماضية ضد الفساد والفاسدين الذين أفقروا البلد وجوعوا شعبه. تقدر المبالغ المهدورة والمسروقة من خزينة العراق بأكثر من تريليون دولار أمريكي، تم تبديدها بطرق كثيرة مختلفة، بعضهم من سرق وبقي داخل العراق، وبعضها الآخر خرج واندمج في اقتصادات دول أخرى وأصبح من الصعب استعادتها بسبب غياب القرار السياسي واستقلاليته وضعف مستوى الوطنية وتنامي النفس الولائي الذي فضل مصالح دول أخرى على مصلحة العراق الوطنية. سرقة القرن هي القضية التي ذاع صيتها مؤخرا، والتي تم فيها سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، والتي أعلن محمد الشيع السوداني استعادة جزء بسيط من المبلغ الكلي المقدر ب 125 مليون دولار. هذه السرقة تضاف إلى كم الأموال الكبير الذي بدد بسبب الفساد. ومع هذا أعلن السوداني عن اتفاق بين الحكومة والمتهم بالسرقة يقضي بإطلاق سراحه في سبيل إعادته لكامل المبلغ المسروق. وهنا نسأل: لماذا تبرم الحكومة صفقة من هذا النوع؟ وهل يحق لها قانونيا اتخاذ هكذا إجراء؟ ثم هل تعيد هذه الخطوة الثقة للشعب بهذه الحكومات؟ وماذا عن كبار الفاسدين؟ أين هم من المحاسبة القانونية؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها، لكن بداية الآن دعونا ننتقل لمتابعة هذا التقرير الذي يبين بعض الجوانب من المفاسد الموجودة في العراق، ثم نعود. مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بالأستاذ كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث من واشنطن عبر سكايب. حياكم الله أستاذ كامل. حياك الله، أشكرك وأشكر مشاهديك، وأهلا بالمتابعين والمتواصلين معنا. أستاذ كامل، إن بدأنا من بعد 2003، كيف تنامت هذه الظواهر المعنية بسرقة المال العام ونهب ثروات العراق طيلة السنوات الماضية؟ سؤال جيد ومهم. الحقيقة
الفساد بدأ، أو كلمة الفساد بدأ يتضاعف بسبب تغيير التسمية. يعني لما اشتغلنا مع مكتب السفير بريمر على إيجاد صيغ وتشريعات لمكافحة اللي نسميه احنا أيام النظام السابق كمشتغلين بالقانون، نسميها الجرائم المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية، وهذه جرائم مخلة بالشرف، وكانت شديد العقوبة شديدة، ويعني يستحي من يتهم بهذه القضية. لما اجت سلطة الائتلاف وبعمومياتها بعشوائياتها يعني ارادت تتهم النظام بانه كان فاسد، وهناك ظواهر صارت بعد الحصار، ولكن لم تصل الى حد انه وصف كل المنظومة فاسدة، سموها فساد. من سموها فساد قلنا لهم خلونا ننتظر الى ان تشكل مجالس تمثيلية وتعيد المنظومة الجزائية، اما تجون بدون ما تقرون المنظومة الجزائية وتسموها فساد فستكثر الفساد لا اكثر من ذلك. انه اوجدوا هيئات اللي هي يسموها هيئة النزاهة، اللي اصبحت هي هيئة للفساد والإفساد، وطبعا بالنتيجة خففت من مسؤولية القضاء، والآن كلها تتحدث عن الهيئات والمجالس والنواب والحكومة وكل الجهات إلا القضاء، بينما هذا الموضوع قضائي صرف من أليفة إلى آيها. طيب، وسيكثر هنا هذا الموضوع. هنا نقطة أستاذ كامل، بدايات الاحتلال كانت هناك عملية قرأتها، حتى هي تقارير نشرت عن طريق صحف من ضمنها صحف فرنسية، أكدت أن الولايات المتحدة ضخت كميات كبيرة من الأموال في بداية الاحتلال كنوع من السيطرة على الانهيار الذي حصل في البلد من الناحية الاقتصادية، مسك زمام الأمور إلى إذا صح التعبير. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة كانت سببا في السماح لتنامي ظاهرة الفساد وتحولها إلى حالة عامة، حالة عادية معتادة، بسبب فقدان السيطرة على الأموال الموجودة داخل الدولة، أو يعني فقدان السيطرة بالإرادة، يعني تركها للأمور تسير وفق هذا الطريق، أن كل من لديه القدرة على شراء الذمم، على كسب قيادات عسكرية، على شراء ميليشيات، كان يستخدم عن طريق الأموال التي ضخت في بداية الاحتلال؟ نعم ولا نعم. أنه الأمريكان وبالتحديد الجيش الأمريكي كان مختلف مع الخارجية في موضوع التنظيم الإداري والمالي للدولة، كان يريد أن يسد أفواه الجياع ورواتب الموظفين بأي صورة. يعني أنا على سبيل المثال رحنا إلى السجون والمعتقلات حتى نعيد موظفي الإصلاحيات، جو العساكر بسياراتهم محملة بالدولارات وبدوا ينظمون طوابير ينطوهم، ما يعرفون هذا موظف حقيقي أو هو مار مستطرق، وهذا قالوا هذول الأمريكان أهل القانون، فأنتوا ليش تعترضون؟ ومشت مواضيع كثيرة في موضوع ضخ الأموال. أما هم قاصدين أن يزداد الفساد، أعتقد هذا ظلم، يعني ما كانوا قاصدين، ولكن لغفلته وعدم فهمهم بالمنظومة القانونية والإدارية والمالية للعراق أرادوا أن يمشون الحال بما فيها الصحوات، بدأوا يزعوا لها رواتب مع وجود جيش ومؤسسة دستورية وعدها ميزانية وعدها أسلحة وعدها مسؤوليات وعدها حركات. فكثير من القضايا نعم الأمريكان والاحتلال بصورة عامة هو مسؤول. نعم. طيب أستاذ كامل، بعد الاحتلال وسارت السنوات ومضت، وطيلة السنوات التي مضت كانت هناك حكومات تورطت بهدر المال العام وإبرام صفقات فساد هدرت على أثرها كثير من المليارات من الدولارات، وعدوا بمحاسبة الفاسدين، تحدثوا عن الفساد لكن لم يحاسب أحد، ولم تكن هناك جهة تتحمل مسؤولية محاسبة الفاسدين. كيف يمكن للحكومات، الحكومة الحالية أو حتى ربما القادمة، أن تحاسب الفاسدين في ظل هذه المنظومة؟ حساب، يعني كل القوى العراقية والأمريكية والأممية تعلم ذلك، أنه لا يمكن المحاسبة، لأن الفساد موجود في القضاء،
فمن الجهة اللي تقدر تحاسب الفاسدين الكبار؟ حتى القيادات، القيادات العراقية أو حاملة الجنسية الأجنبية أو العراقية مثل المالكي وغيره، دائما الحجة مالته وهي حقيقية يقول يعني هل أنتم عندكم ثقة بالقضاء حتى أنا أروح القضاء مثلا؟ وهذا موجودة في كل مداولاتهم مع الجهات المسؤولة عن المحاسبة والرقابة الدولية، وهذا حقيقة. القضاء حرف الدستور، حرف القوانين، حرف الأصول القضائية إلى القنبلة اللي فجرها علينا في قضية سرقة القبر، واللي هذا تعتبر استهتار غير مقبول. نحمد الله أن واحد من الأكاديميين يعني أعلن العار والخزي بانتماء إلى الأسرة القانونية بالوضع اللي صار الاستهتاري في موضوع سرقة القرن حسب التفاصيل اللي معلنة أمام الرئيس. عودة لحضرتك بعد قليل أستاذ كامل إذا سمحت لي، نستقبل بعض الاتصالات من متصلين مواطنين عراقيين أيضا يبدون آرائهم بشأن هذه القضية. معنا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وإلى ضيفك الأستاذ كامل حساني. حياك أستاذ محمد العزيز. أولا أنا إذا تريد أخذ منطقية السوداني، أولا يجب إرجاع المهجرين إلى أماكن، هذا رقم واحد. ثانيا إلغاء كافة القوانين اللي تشمل المناح والشهداء ورفعها وغيرها. ثالثا أنه يريد يحاسب أو يريد يحاسب الفاسدين، أي جهة نزيهة بالعراق ممكن أن تتصدى لذلك مثل ما تفضل الأستاذ كامل. يعني هل القضاء؟ القضاء فاسد. هل البرلمان؟ البرلمان منتفع وقاعد وساكت. هل الوزراء؟ الوزراء جايين محاصصة، وكل شخص هو أصلا مكفو مثل وزير التعليم وغيره وغيره، ناس معروفين بالفساد مثل محمد تميم وغيره، معروفين بالفساد السابق وجابوهم. كيف تتوقع من عندي كمواطن عراقي أنه أصدق بهاي الحكومة؟ هذا رقم واحد. بس أحكي لك فتسر بسيط. فضل. تدري أنت الآن في لندن، في لندن الآن أكو مكان يسموه دار الإسلام. هذا دار الإسلام تابع لحزب الدعوة. هذا يديره حسين بركة الشامي. هذا يتم توزيع المناصب به من مستشارين إلى مدراء عامين إلى وكلاء وزراء. الغاية من عنده يقول له أبقى 4 سنوات، أخذ اللي تقدر تأخذ حتى ترجع هنا تعيش به عيشة الملوك. دول أنا أتأمل بهم يخدمون العراق بالتأكيد. لا، وأنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا. مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع والتقينا ببعض المواطنين العراقيين واستطلعنا آرائهم بشأن الوضع الحالي من الناحية الاقتصادية وقد قضية الفساد، وأيضا رأيهم بما جرى مؤخرا بإعلان محمد الشيع السوداني استرداد جزء من أموال سرقة القرن. المبلغ الذي استعيد هو 125 مليون دولار من أصل 2,500,000,000 دولار أمريكي سرقت ضمن هذه العملية، رقم قليل جدا لا يتجاوز 5% من قيمة المبلغ الكلي. رآها البعض بأنها مسرحية أمام وسائل الإعلام، رآها البعض بأنها خطوة يجب أن تكون بشكل أفضل من هكذا، يعني يبدأ بالكبار ثم بعد ذلك ينزل إلى صغار الفاسدين. آراء مختلفة، دعونا نستمع إليهم ثم نعود. والله يعني جزء يسير من السرقات اللي صارت، يعني أعتقد هاي يعني أبرة في بحر، يعني لو نقيس على السرقات الباقية أعتقد هاي لا شيء. إحنا نتمنى من عدة خطوات أكثر يعني إيجابية، وكان العرض بالتلفزيون يعني ماكو داعي ناكل مبالغ مسروقة أكثر من هاي المبالغ أعتقد، وإن شاء الله القادم أحسن. والله أعتقد هاي إن شاء الله صعبة كلش، إذا ما تتكافئ كل الجهود ويصير عندهم حس وطني ما أعتقد نقدر نرجع الأموال مسروقة. لازم تكافل كل الجهود يلا نقدر نرجعها. لا أعتقد الثقة معدومة، لأن ما شفنا شيء يعني يقدموه للشعب، لأن العراق بلد معطاء، يعني المفروض وضع العراق غير شيء، مو هذا الوضع يعني دا نشوف هسه بالواقع. نتمنى إن شاء الله أكثر، يعني ما أعتقد هم قدموا الطموحات والأفكار كانوا يحملوها بعد السقوط الشعب العراقي، يعني أكثر الشعب يعني تحت الصفر، نقول 70% أو 80% تحت الصفر. والله أول شيء إحنا نبارك كل شخص يجي يخدم أول شيء هذا البلد، بس هذه إحنا نقول الشغلة ما على الفلوس، يعني شغلة تقريبا يعني بيها باب، يعني أبواب هواية نقدر نقول عليها. يعني أنت من تطلع الفلوس زي طلعت الفلوس ما يخالف على عينه،
ليش ما اجيب الشركه نفسها والشخص اللي سوى هاي العمله قدام العالم حتى الناس تثق بيك ازيد؟ بس ولكن انت هذا الشيء اللي سويته، اجيب الشركه او نفس الشخص اللي يجيبي بعدين اعرض هاي الفلوس، من عرضت هاي الفلوس، هاي الفلوس بالمقابل معناها اكو شغلات اكبر تصير وراها، ان من يصير هيك شغله او ياخذ هيك كميه من المبلغ الشركه نفسها خليها تحت المساءله القانونيه وقدام العالم حتى يعرف قد يجوز غيره ان لا يسوي هالشيء هذا. واحنا نتمنى الخير لبلدنا ونتمنى الخير لكل مواطن يجي يخدم هالبلد هذا. احنا متاكدين 100% بانه هاي الفلوس ما راح ترجع، هاي الفلوس راح تروح لغير مكانات، وهم نفس الشيء هم راح ياخذونهم ويجيبوهم، وهم راح يصير يقول احنا لقينا القبض عليهم. ولكن الشخص اللي دا اقول لك ناكد عليه، الشخص اللي دا ياخذ هاي الفلوس المفروض اول شيء هاي صارت امانه بيدك تجيبها نفسه شخص خليه قدام التلفزيون قدام العالم والعالم يشوفون بانه هو هذا الشخص اللي سوى شيء. ما قلت لك حتى غير واحد ان لا يسوي هذا الشيء. واحنا نتمنى ان الخطوه تكون صحيحه. خلينا نقول حوت صغير، ولكن زين الحيتان اللي قبلهم اللي اخذوا 50 مليار وال100 مليار وين صاروا هذولا؟ اذا قدر يسيطر على هذولاك ويجيبهم وقدام العالم وقدام الخلق يطلعهم يجيبوهم للمساءله، احنا نقول بارك الله بخطوتك الصحيحه هذه اللي تمشي بها صحيح، واحنا كنا وراك وكنا نأيدك. بس ولكن ما يجيب الناس الكبار صعب. هذا يجوز شخص بسيط، شخص صغير ما يقدر يسيطر على كلهم، وانما اذا يريد يمشي الخلق هاي الخطوه الصحيحه خليه يجيب الناس اللي قبلهم اللي اخذوا بالمليارات يرجعوهم قدام العالم والمحاكمات عدله. يعني هي خطوه جيده وحسنه، بس كون يعني بس خاف بس شغله اعلام قدام العالم وخاطر يكسب ثقه العالم بي زين. احنا نريد غير لازم هاي الحاله تستمر، لو بس هالمره لزم واحد وطلع، ومن يقول هاي المبالغ ما جمعها من غير مع الرواتب مع الموظفين؟ احنا نريد مصداقية. شنو المصداقية؟ لازم تستمر، يذبه بالسجن، يذبه مو ايش اسمه يسرق ورا يومين يشوفه طالع برا، شنو قبض؟ شنو الفائدة؟ شنو من هذا الشيء؟ يعني هاي المليارات بدها تروح، يعني والشعب العراقي محتاجه بأمس الحاجة لها. نعم اذا حاسب راح كل العالم بتقوم الصفق له، بس اذا بس بالبداية حشاك مثل خيل الرئيس، بس اول هده. احنا نريد لازم يكون شغله مستمره، مو بس اول مره وفلتها بعد راحت. هاي من يحاسب واحد اثنين كلها راح تقوم تخاف وكلها راح ما تتجرأ. وش اسمه الله اعلم. هاي بعد هو عاد شلون على صلاحيته هو، وبعد بكيفه بعد هو يرجع خزينه الدوله، لازم يطلعها قدام الاعلام، يصير فد يعني بالبنوك يخليها يشوف شلون اجراءات امها مال دوله رئيس الوزراء. والله الصراحه احنا هذا لحد الان يعني بعد العراقيين على كثر الفساد اللي موجود بالعراق يعني انعدمة المصداقية من كل المسؤولين. فإحنا هسه نريد إصلاح حقيقي. الإصلاح مو بس بذني 180 مليار ما أدري، يعني هي السرقة أكبر من هذا المبلغ. فخلي مو بس يرد هذا المبلغ، خلي يطلع الفاسدين، خلي يصلح المؤسسات، خلي يبدي يعني مرحلة إعمار جديدة، اصلاح بالمؤسسات الامنيه والاداريه حتى الناس ترجع تعيد ثقتها يعني بالمسؤولين الحكوميين. اليوم من 2003 صراحه انعدمت الثقه بين المواطن وبين المسؤول. يعني هذا الا تغير الكل، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. لازم تغير الحكومه شلع حتى انت تقدر تبدي وتجيب ناس منزهين. ومع الاسف اصبحوا يعني قله بهذا يعني بالعراق قله. اكو ناس نزيهين مخلصين امينين مهنيين بس ما ماخذ فرصته. يمكن مسرحيه نعرضها للفلوس، بس مجرد ماكو ضمان. مشاهدينا استمعنا الى حديث بعض المواطنين العراقيين. نعود الى الاستاذ كامل الحساني. من اللي سمعته أستاذ كامل، لا ثقة للمواطن العراقي بأي مسؤول يحكم في العراق، هل بقي مكان لإعادة كسب الثقة أم يجب أن تستبدل الوجوه بشيء جديد؟ صحيح الكلام، أنه كثير من المتصلين والمعلقين يتكلمون عن الشفافية. نعم. يعني هو هذا أس الخراب والفساد هو غياب الشفافية، رغم أن الدستور أعلن على موضوع الشفافية ونص على علانية المحاكمة اللي هي من التحقيق إلى انتهاء الحكم الجزائي. ما في هذه الشفافية. الموضوع الآخر اللي أشاروا إليه أنه ما في ثقة بالمنظومة.
بسبب غياب المعلومة الواضحة. والأهم هذا أنه هي نفس القيادات ما عندها ثقة بالمنظومة. يعني ولا مثل ضياء الموسوي هذا رجل المالكي وقائد مخابراتي معروف وقريب من المالكي وزيدان والبقية، هم اللي لقنوا بالهروب لأنه هم نفسهم غير واثقين من المنظومة. لا أسأل على مدحت المحمود، وين مدحت المحمود؟ مدحت المحمود بمجرد أكمل معاملة التقاعدية هرب خارج العراق. وكل القيادات حامل الجنسية الثانية أو حامل الجنسية العراقية هربوا لأنه ما عندهم ثقة. وإذا ما عنده فقير ما يقدر يسافر إلى دبي لندن وغيرها، يسافر إلى أربيل. وهذا هو الواقع. أسأل كل المسؤولين من درجة مدير إلى وزير وإلى بقية المناصب. فلا، فالثقة أنت أسأل السؤال لازم يكون هل القيادات العراقية وأحزابها ومراجعها وغيرها عندها ثقة بالمنظومة؟ يعني كاذب يقول لك نعم عندي ثقة. يعني هم فيما بينهم أستاذ كامل، هم فيما بينهم لهم ما يحق لهم ما يشاءون من تصرفات، لأن هم ضمن منظومة واحدة يعلمون خفاياها، لكن عندما يتحدثون أمام وسائل الإعلام للمواطن هل يتوقعون من المواطن هذه السذاجة، أن يتقبل كل ما يأتون به على وسائل الإعلام؟ يعني محمد الشيع السوداني خرج أمام وسائل الإعلام مع مبالغ مكدسة وقال بأن هذه الأموال هي التي جئنا بها وسنأتي بالباقي، هل بهكذا طريقة تعاد الثقة؟ لا، هذه اللي قدمها السوداني مو مسرحية، جريمة كاملة الأركان والشروط. بلغ وتحمل مسؤوليته، ليش ما بلغ القضاء يقدم صورة عن القضية وإجراءاتهم؟ ليش كلف بها السوداني حتى يتحملها السوداني؟ القضية أنه السوداني عندما قر بأنه هذا المتهم أقر بالمبلغ وتم الاتفاق معه على إعادة المبلغ، هذا جريمة إقرار بأنه ارتكب جريمة وعلى المحاكم أن تكمل إجراءاته. ولا من أين جاءوا بهذا الاتفاق؟ هذا بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى الجريمة العلنية اللي قدمها السوداني، هناك جريمة أخرى اسمها غش الرأي العام منصوص عليها بقانون العقوبات وعليها يحاسب السوداني وكل من روج لهذا القضية، بما فيها القاضي ضياء جعفر اللي يقول هناك سند قانوني للإفراج بكفالة عن المتهم نور المظفر. وهذه يعني أستاذ كامل أنتم أعلم مني بالشؤون القانونية، هناك أمر بديهي للناس هو الحق الخاص والحق العام، عندما نأتي إلى القضايا الخاصة بإمكان المدعي أن يتنازل عن قضية معينة، لكن تبقى دائما هناك الحقوق العامة قائمة. أليست هذه قضية هي حق عام؟ أليست هذه الأموال هي أموال عامة؟ كيف يمكن له أن يبرم صفقة تقضي بإطلاق سراح متهم بسرقة مال عام في سبيل أن يعيد الأموال؟ لا، هو هذا الاستهتار. أنت من تقول أنه هذا أقر بالجريمة مالته وأنه راح يعيد المبلغ، هذه جريمة وعليه أن يحاسب. أما أنه تقول أنا كفلت بالمصفى، يملك مصفى نفطي، هذه جريمة أخرى، هذا كارثة من رئيس الوزراء ومن القضاء اللي لقنه وجه على هالقضية. المعروف أنه كل من يرتكب جريمة تتعلق بالمال العام ولو بدينار واحد تصادر أموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها المصفى اللي اعتبره رئيس الوزراء هو ضمان. كيف ضمان؟ كل أمواله يفترض أن تحجز بعد الحكم أن يتم حجزها وبيعها بمزاد علني ويروح للسجن وهو ما عنده فلوس ريوق، يعني دارت إصلاح طريقه. شنو طيب هنا جزئية ذكرها محمد الشيع السوداني، وهي قال أنه ستكون هناك ضمانة أمنية لعدم هروبه إلى خارج العراق حتى إلى أن يعيد الأموال، هذا يعني أن الأموال موجودة داخل العراق وهو الذي سيقوم بإعادتها المجني أو المتهم. السؤال هنا أنه لماذا أصلا يخرج من السجن؟ أليست بصلاحيات الدولة مصادرة الأموال وإجراء كل الأوراق أو المعاملات القانونية التي تقضي بإعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة؟ ما الداعي لإخراجه من السجن؟ نعم بالضبط، هو هذا اللي ركز عليه.
انه لا يجوز ما دام هو اقر بوجود جريمه. نعم. وهنالك اطراف حتى بامكان المحكمه ان تفرد القضيه وتكمل اجراءاتها وتحيلها لمحكمه الجنايات وتحكم عليه، والمحكمه ضمن العقوبات التبعيه تقرر مصادره كل اموال المنقوله وغير المنقوله. نعم. ما لا يوجد اي جواز باطلاق سراحه بكفاله بعد اقراره واعاده المبلغ. طيب. حتى هنا في امريكا. نعم. اللي تاخذ بالنظام اللي هم النظام الادعاء العام عند صلاحيه قبل ان تصل المحكمه القضيه. نعم. ان يتفاوض مع المتهمين ويعيد كل هذه تجري اذا قرر المتهم يتم محاسبته واكمال الجزاء، ثم الموضوع المدني. نعم. هذا موضوع تابع للموضوع الجزائي ومنصوص عليه في قانون الاصول المحكمات الجزائيه، الدعوه الجزائيه، الدعوه المدنيه المتعلقه بالضرر والتعويض وغيرها تنتظر اكمال الدعوه الجزائيه. نعم. هذه من البديهيات، يعني الواحد يمشي من كليه القانون قبال كليه القانون يتعلمها، مو اللي يشتغل. طيب. القانون. استاذ كامل ارجو من حضرتك ان تبقى معي، نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد ابو علي من الديوانيه، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبي. كل 4 سنوات تجي حكومة تقول تحاسب الفساد لكن هي داعمة للفساد. نعم. يقعد رئيس وزراء بغداد يحط المحافظين، المحافظ من يطلع محافظة خذها المحافظة فلا حملاتها. تلف ونهب على 4 سنوات تجي من بعدها، اكو واحد متحاسب محافظين متحاسب من المحافظات؟ نعم. ماكو. كل دولة تجي كل 4 سنوات دولة تجي تدعم الفساد وليس تحارب الفساد. نعم. يعني السودان يضخ زيادات وزيادات رواتب بس ما ركز على البنى التحتية. لا صحة لا كهرباء لا ماء، ينقص الشبكة الانترنية والموبايل ويعيف الكهرباء والماء. طيب. يعني انت برايك ابو علي بس حتى لن نطول ونتوسع بالفكره، تعتقد بانه اللي سواه محمد الشيع السوداني بظهوره امام الاعلام وحديثه عن استرجاع جزء من اموال سرقه القرن، هاي خطوه بالاتجاه الصحيح لو شو اعلامي مثل ما يقولون؟ هاي مص غضب الشعب العراقي لا اكثر ولا اقل، ما اتصورها. يعني ما يحيطون بمحمد السوداني هم كلهم يعني عاملين بالفساد وكلهم مهنتهم الفساد. هذا طيب. الإدارة اللي سلب ونهب خزانة العراق لا أكثر ولا. شكرا أبو علي. شكرا أبو علي من الديوانية، أنا أشكرك. معنا السيد ماجد من بغداد، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة الفساد هو أعظم من الإرهاب وأخطر من الإرهاب، وهو عملية منظمة ومخطط لها. وأنا في اعتقادي بأنه أمريكا لها باع طويل في التغطية على الفساد والفاسدين. كيف يستطيع السوداني معالجة الفساد في ظل سلطة فاسدة؟ لما معنى هل يستطيع السوداني قلع رؤوس الفساد؟ لا ديونه، يضحي بمضور معين أو موظف بسيط والحيتان تسرح وتمرح بدون حساب. فنحن نقول بأن معالجة الفساد ليس عملية استعراض وإنما عملية جاد إذا كان هو جاد لمحاربة الفساد، ولكن نقول هل هو يستطيع محاسبة فرد من الإطار أو من ائتلاف من ائتلاف الدولة؟ لا يستطيع، لأنهم الذين صعدوه وإذا اصطدم معهم يزيلون. فكيف يمكن معالجة الفساد؟ نحن نقول بأنه حتى وإن تكون له لديه الهمة بمحاربة الفساد على مراحل. شكرا سيد ماجد، أنا أشكر حضرتك وأكتفي وياك بهذا القدر، وسنوجه هذا السؤال بعد قليل لضيفنا، لكن سريعا مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل.
خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نكمل حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين بشأن الفساد وتناميه في العراق. أستاذ كامل أحييك مرة ثانية، وطبعا أرجو المعذرة نخليك تنتظر، لكن هذا هو نمط البرنامج، نستقبل اتصالات ونستمع آراء مختلفة. أحد المواطنين سأل كيف يمكن محاسبة الفساد من قبل محمد الشيعة السوداني، ومن جاءوا فيه من جاءوا به للمنصب هم المتهمون الأوائل بالفساد في العراق. تساؤل مشروع ومنطقي، هو من سليل كتلة الفساد اللي فتحها المالكي وبقية مافيا الإطار، ويعرف بتفاصيلها وتسلق بالفساد. يعني هو كثير من الأمور، السوداني كان في وقتها لما كان محافظ وتستر أو ساهم أو تورط بالفساد، ثم انتقل إلى وزير لحقوق الإنسان، وكل التجاوزات التي جرت بإشرافه ومراقبته، وحتى طردنا من المجلس حقوق الإنسان العالمي في وقته، وبقية الملفات اللي مسكها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو في وزارة التجارة، كلها يدري بها وكلها عند القضاء. وأكثر من ذلك بالتحديد قضية الهاتف النقال اللي هو تولى إقامة الشكوى والدعوة وتابعها بفسادها وانحرافها أمام الاستئناف والتمييز، وبعدين استسلم لهذا الواقع، لأنه عندما تصل للقضاء يسكت، عندما تصل للمرجعية كل القيادات تسكت، والقضاء والمرجعية هم ما دام غير مسموح أن يكشف فسادهم فستبقى المنظومة فاسدة، وكل الموجود في السودان وغيره هم عمال فساد عند القضاء والمرجعية. هناك من يرى بأن محمد الشيعة السوداني يجب أن يأخذ فرصته في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وهي محاربة الفساد، إعادة بناء الدولة، لكن نتساءل كيف يمكن محاربة الفساد وتنصيب رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي تابع لتحالف الفتح من منظمة بدر تابع لهادي العامري، أو رئيس لجنة مكافحة الفساد أبو علي البصري أحد زعماء ميليشيا الحشد؟ هل من المنطقي أن تتبوأ هذه الشخصيات مناصب تهدف إلى محاربة الفساد، قطع الأموال عن الميليشيات وفرق الموت، إنهاء وجود الفاسدين؟ للتصحيح، اللي كلفها بإدارة هيئة النزاهة اللي أنا أسميها هيئة الفساد والإفساد هو القاضي حيدر حنون. نعم. بديل صنم الفساد علاء الساعدي هذا اللي المخضرم. حيدر حنون هو الرجل ضعيف ويعبد عبادة فارس زيدان، وقربه من هادي العامري وترشيحه يعني حتى أفقد شرط التأهيل كقاضي، لأن قاضي يجب أن يكون مستقل. أما قاضي يعلن وبإعلانات مفتوحة أمام الرأي العام أنه ينتمي إلى كتلة بدر أو هادي العامري، فهذه مخالفة وهذه مفسدة من القاضي نفسه. كيف يصبح هو رئيس هي الفساد؟ هذا بشكل خاص. بشكل عام لا يمكن، لو جيب طاقم من الأنبياء ليحكموا العراق أيضا سيتورطون بالفساد. الفساد بدأ بمنظومة انحراف دستوري قانوني مارسه القضاء،
واستمتع به الفاسدين، وحجتهم الآن أننا غير قادرين على نقف الفساد حقيقة في محلها، وأنا أعطيهم الحق. ليش؟ لأنه المنظومة الدستورية والقانونية تم تحريفها، ولا يمكن نقف الفساد إلا بإعادة تنظيف يعني لوندري للمنظومة الدستورية القانونية اللي حرفها القضاء لصالح الفاسدين والمخربين. ولا سوداني ولا جيوف مثل السوداني بإمكانهم أن يحلوا عقدة، لا بالعكس، احمد الله احنا اليوم بهذا المستوى من الفساد. السنة القادمة انت طيب وسنتذكر الجميع كيف سيكون الفساد مضاعف واستهتاري اكثر مما هو عليه الان. طيب، هناك رأي قبل قليل طرح من احد المتصلين، قال بان الولايات المتحدة هي المتستر الاول على الفساد في العراق، هي التي ارتضت ان يكون الوضع على ما هو عليه، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية اولى في سيران العراق نحو الهاوية بشكل متسارع. هل تتفق مع هذه الرؤية أو هذا الطرح؟ الأمريكان أقروا بأنه المنظومة والبناء آليات العمل السلطوي بالعراق كلها فاسدة، والأمم المتحدة أقرت بهذا، ولكنهم مجبورين على أن يعملوا مع الحكومة التي تصرف رواتب وتقاتل داعش وتضخ نفط للسوق الدولية. أمام قضية الفساد ومحاسبته، نعم عندهم شوية مشاريع صغيرة، ولكنهم أنا متأكد وأنا عملت معهم أنهم غير قادرين على أن يكافحوا الفساد إلا بعد تغيير المنظومة، ويتشجع القوى الشعبية والقوى الإعلامية لمواجهة الفساد القضائي، وعندها مثل ما بين يعني تشجعوا أستاذ كامل، تشجعوا بال 2019 وخرج الثورة تشرين بمظاهرات حاشدة وقمعت أمام أنظار الإعلام الدولي، أمام أنظار الإعلام المحلي، ولم يحرك أحد ساكن. كانت هناك بعض الاستنكارات والشجب وغيرها، لكن بيانات خجولة لم ترتقي إلى مستوى التدخل الفعلي أو مساعدة العراقيين على الخلاص من هؤلاء. إذن ما هي الآلية التي يجب فعلا، أو الآلية الناجعة التي يجب فعلا أن تتحقق الآن؟ حاسبوا القيادة القضائية السابقة والحالية، حاسبوها، سينكشف كل الإجرام. حتى الاحتجاجات التي جرت ب 2019 لم تمس القضاء، لا بل من مسته قبل أشهر مع ابن الصدر أغلق السلطة القضائية، وهذا أول مرة يحدث داخل العراق وخارج العراق أنه سلطة دستورية تعزل. أكو هيك أكثر من هذا الاستهتار؟ وسكت الجميع، والأمريكان يعرفون أنه إذا القضاء غادر وغلق عمله وبطل أنه يقدم الخدمات العدلية، بالفعل تنهار الدولة. ومثل ما سمى الكاظمي، الكاظمي أحسن شيء يعني بينه، قال أنا إذا أوضح، ويقصد بملف زيدان، أنه سيقع الزلزال. فإذا القوة الشعبية والقوة الإعلامية ركزت على القضاء انتهينا، بين كل الإجرام والانحراف، وعرفنا من هو المتستر وكيف نصلح وكيف نعيد العمل بالدستور والقوانين. وهذا يعني ما الذي يحتاجه الرأي العام أكثر من تصريح هادي العامري واعترافه، الذي قال إحنا نضغط على القضاء ونهدده والقضاء يمشي وفق أهواءنا وتوجهاتنا؟ يعني هذا اعتراف صريح، ألا يكفي هذا الاعتراف بالإضافة طبعا إلى التقارير الدولية التي أدانت الفساد الموجود داخل المؤسسة القضائية، ألا يكفي هذا لتدخل خارجي ربما دولي لمساعدة العراقيين؟ لا، ما يكفي هذا. اللي يكفي لإصلاح المنظومة وإعادة العمل وفق الدستور والقوانين بالمنظومة العدلية هو مواجهة القضاء، محاصرة المحاكم ومحاصرة السلطة القضائية، لأن تحاسب زيدان ومن قبل المحمود وكل القيادات المتورطة معهم، وهنا سيخرج القضاة الشجعان شرفاء وهم كثر الحقيقة، سيتولون أمر تنظيف القضاء ومحاسبة المتسببين بإذلاله والأرباك اللي صار، وعندها سينكشف للجمهور كل الإجرام والمجرمين والمسميات، ويعيد الثقة بالدولة العراقية. أما هذا الكلام
عن الحكومة والأحزاب والميليشيات والحشد والمرجعيات، كلها هواء في شبك لن تنتج إلا مزيد من الثرثرة. وأنا سمي اللي يحكي على المحاصصة والفساد مثل رواديد الحسين، لا عاقبهم معاوية ولا رجعونا الحسين. طيب. كلها عن رواديد يعني الكلام. أتيك, أتيك, أتيك بتصريح آخر لهذا العامر الذي قال من منعنا من البناء هم أعداء الحسين. على من يريد على من يريد أن يضحك بهذا التصريح؟ أنا بالضبط هو هذا اللي يحاولون يدغدغون مشاعر البسطاء، وحتى البسطاء الآن تشوفوها يعني الحقيقة ماكو بعد معنى للناس أن تلتزم بحرمة المال العام والوظيفة العمومية أمام قضاء يستهتر بها علنا وعلى الهواء. نعم. يعني يخفي التحقيقات ويخرج لنا الترتيبات والمسرحيات. نعم. أنا ما شايف شيء استهتار. شنو رأيك بالقرار اللي صدر من هيئة مكافحة الفساد تنفيذ أمر قبض ضد رئيس اللجنة المالية للنيابية للدورة النيابية السابقة هيثم الجبوري؟ لديه تضخم بالأموال يقدر ب 16 مليارا و 157 مليون دينار عراقي. يعني ماذا عن قانون من أين لك هذا الذي كل دورة برلمانية أو ولاية جديدة للحكومة لازم كل نائب أو كل مسؤول يقر بالذمة المالية؟ ماذا عن هذه الإقرارات؟ شوفوا القرارات التي قدمها المسؤولين كلها تحفظ بالخزينة. يعني هم سمعت في يوم الإقرار اللي قدمه فايق زيدان أو مدحت المحمود أو أي قاضي. نعم. فقط واحد قاضي قدموا عرضوا الإقرار مالته لما اعترض على المسيرة القضائية وطلعوا من سجلات الإقرارات أنه عدة أرض قطعة أرض زراعية وصحراء السماوة. نعم. اللي هو القاضي عبد الأمير الشمري المسكين، و الآن لا يعرف بالإقرارات غير الشيطان والهواء في العراق ومستمر. أما هيثم الجبوري هو من فصيل المالكي. نعم. وبصراحة اعتقلوا حتى يخففون عليه الضغط الإعلامي اللي يحاول يتواصل معه. الأمر الآخر هنالك جريمة أخرى. أنت كيف توقف هيثم الجبوري على تضخم أموال وهنالك جريمة أكبر منها اللي هي ارتباطه وتوريطه بموضوع سرقة القرن اللي مرتكب المتهم نور المظفر؟ وهذا غش علني من القضاء ومن الحكومة. هل تعتقد بأن ما تقوم به حكومة السوداني من ضرب بعض الشخصيات الموجودة داخل الحكومة بتهم فساد هي تقطيع أوصال حكومة الكاظمي المتبقية داخل السلطة، إنهاء وجودها أو إنهاء وجود الشخصيات التي كانت تابعة لحكومة الكاظمي بشكل أو بآخر؟ نعم هذا جزء منها، ولكن الأهم من هذا هو التسويق أنه إحنا جادين بمكافحة الفساد. يعني هو حتى البرنامج الحكومي اللي قدمه السوداني بصراحة قال إحنا سنحاول مكافحة الفساد بالتعاون مع القضاء. يعني هو لم يلتزم بمكافحة الفساد ولن يستطيع أن يكافح الفساد إلا إذا كان شجاعاً وواجه القضاء بالملفات، بالقليل الملف اللي قدمه فيما يتعلق بعقود الهاتف النقال. نعم. واللي هو مطلع على تفاصيل. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا يعني لتواجدك معنا أستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث من واشنطن عبر سكايب. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه الحلقة، أجبتنا على كثير حقيقة من التساؤلات التي طرحت بشأن حقيقة محاربة الفساد الموجود في العراق الآن، وهل هي محاولات جادة أم ترويج إعلامي وتجميل للصورة لحكومة محمد الشيع السوداني. معنا آخر المتصلين لدينا السيد علي من واسط، نختتم به هذه الحلقة. أبو علي حياك الله. السلام عليكم ومساء الخير. السلام ورحمة الله. مساء الخير للجمهور الرافدين. سيد الكريم، الآن الحكومة الحالية هي حكومة تصفية الحسابات. الحكومة هي الآن لإعادة الدولة العميقة اللي أسسها المالكي في 8 سنوات. أما مكافحة الفساد ما شفنا شيء من الفساد جديد. يعني حتى الصفقة اللي أبرمت مع نور هي مجرد أنه حتى نور ما يفضح المتعاونين معه من الأحزاب يعني وخاصة الشيعية والسنية، حتى ما يفضحهم مسترجع مجموعة من الأموال. وشفت العرض المسرحي يعني اللي صار،
ولذلك وحبيت أعلق على العامري من يقول أعداء الحسين هم من منعنا من تطوير العراق. صحيح هو صادق بهذه الجملة، لأن من هم أعداء الحسين الحقيقيين؟ أعداء الحسين الحقيقيين هم من يبكي على الحسين ولم يناصر الحسين. أعداء الحسين الحقيقيين هم من بعث الرسائل للحسين من أجل مقتله. لذلك هم نفسهم الأحزاب الشيعية اليوم، وأن أخص الأحزاب بالذات، هم اللي منعوا تطوير العراق وإعمار العراق. كل الأحزاب التي تشارك بالحكم، حتى لا يذهب التوصيف إلى قضية طائفية. يعني سيد الكريم، مو توصيف طائفي، لكن هو الآن من يحكم العراق؟ كل الأحزاب يوم. كل الأحزاب الموجودة من جميع الطوائف والانتماءات الدينية والمذهبية هي التي تحكم العراق، لأن العملية السياسية مشكلة من خليط. الخليط هذا سيد الكريم، الخليط هذا لولا وجود الأحزاب الشيعية ما كان هذا الخليط. يعني وانت شفنا احنا من التحالف الصدر صار، وبعدين من بالنهايه يعني نفسهم حيجيك مواطن من المحافظات المنكوبه. نعم. المحافظات اللي شهدت عمليات عسكريه ومدمره الى الان، يقول لك ايش. نعم. قدموا لنا السياسيين اللي محسوبين على هذه المحافظات، او الـ او الـ او التركمان او المسيح او اي طائفه او دين، حتى الاكراد، ايش قدموا؟ نعم، انا اقول لك شنو قدموا. استاذ، لانهم اساسا تحالفوا مع ناس فاسدين. يعني الان نفس المحافظات اللي ثارت ثوره تشرين اساسا ما ليش ثارت هي؟ لان قالوا احنا نشوف اللي يحكموننا الاحزاب الشيعيه اللي كانت اساسا توعدهم بالاعمار وما عمرت شيء موجود. لذلك لان اليوم اللي يحكم مثل ما يقولون، يقول احنا المكون الاكبر، احنا الاخ الاكبر، احنا اللي نازل نحكم. وشفت من فاده القائمه العراقيه ما صار تنصيب الا من القائمه الشيعيه. والسبب طيب. السبب لان اساسا إذا الشيعة ما تحكم العراق، ولا أقصد الشيعة الأحزاب الشيعية، لأن المتضرر الأكبر والوحيد اللي هم أبناء الجنوب أكثر من الشمال والغربية، لأن أساساً الغربية المنطقة الغربية وأحزاب السنية هي فاسدة لأن قبلت بالفاسدين، تعاونت مع الفاسدين. شكراً سيد أبو علي من واسطة، أن أشكر حضرتك، شكراً جزيلاً للمشاركة. طبعا دائما التوصيفات بالنسبة لقضية السنة والشيعة بهذه بالحديث عن العملية السياسية يكون دائما مخصوص أو مختص بمخصوص نعم بالجهات الحاكمة، يعني ليس حديثا عاما عن الطوائف في العراق. وطبعا هذا الموضوع واضح للجميع، لكن أحيانا تحاول الأحزاب السياسية أن تجر الحديث المواطن أو لسان المواطن إلى الشأن الطائفي، وهو الذي الأمر الذي أدخلت فيه العراقيين طبعا. لكن واقع الحال يقول الأحزاب التي تحسب نفسها على هذه المحافظات المتضررة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الديني لهذه المحافظات، إلا أنها في النهاية دمرت كل هذه المحافظات، أفقرت أبنائها، جوعت العراقيين وأفقرت البلد، وأوصلته إلى هذه المرحلة من مراحل الفساد التي نتحدث عنها اليوم. مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.